مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من راجا توكينج لايف. أنا بدي أشكركم كتير على تواصلكم معي وعلى الأسئلة اللي بتطرحوها علينا والمواضيع القيمة اللي بتقترحوها لنحكي فيها على الشانل تبعتنا. اليوم بدي أحكي بموضوع مهم كتير، وهو موضوع التوتر والقلق اللي العائلات عم تمرق فيه هلأ بسبب الكورونا فيروس. في كتير عائلات قاعدة عم بتضلها تحكي دايما، خاصة بوجود أولادها اللي بأعمار صغيرة أو بمراحل التين ايجر ييرز، بيضلوا قلقانين على الوضع. And rightly so، يعني الواحد فعلا الوضع مش متعودين عليه، موضوع جديد علينا، اللي عم بيصير فينا اشي عمره ما تعرضنا له، يمكن بهالطريقة اللي عم نشوفها اعداد كتيرة من الناس قاعدة عم تمرض، اعداد كتيرة من الناس قاعدة عم بتموت، وفي دول عم تفقد السيطرة على الكورونا فيروس. بس الحكي هيدا خاصة لما احنا منضلنا نتابع الاخبار طول الوقت، والاخبار تقريبا ما فيها اشي كتير ايجابي، معظمها سلبي ويمكن شوية صغيرة هالقد ايجابي. فعشان هيك غصبا عنا احنا لما بدنا نضل نسمع هاي الاخبار حنصير احنا كمان متوترين، وحنصير نقلق على شو حيصير فينا، زي الفورة اللي صارت انه خايف الواحد ما في اكل، ما في تويلت بيبر، ما في سانيتايزر، وتنقطع الاشياء من السوق، فالناس كلياتها هجمت على السوق وراحت تجيب هاي الاشياء. هلأ اللي عنا احنا انه هذا الحكي صح، وإلك حق تبقى concerned وتقلق وتتوتر، بس مش لدرجة انه احنا نضلنا طول الوقت عايشين بهاي الطاقة السلبية وبالجو السلبي، لانه في اشي مهم كتير احنا لازم ناخده بعين الاعتبار اللي هو اولادنا. اولادنا هدول بدنا نطلع عليهم، بتعرفهم كأنه هن زي السبونج، بمتصوا كل شيء حواليهم. إذا كان في المكان طاقة إيجابية وفي فن ومرح ومبسوطين العائلة وجو حلو، حيبقوا الأولاد مبسوطين وحينعكس عليهم بهالطريقة، وحينعكس كمان على تصرفاتهم. وإذا كانوا الموجودين بجو الجو كلياته سلبي والجو فيه توتر وكلياتنا قلق وأبصر شو حيصير بكرة، وأبصر حنلاقي أكل، وكيف بدنا ندفع الأجار، وكيف بدنا ندفع الفواتير اللي علينا، المورجيج، مش عارفة إيش. أنا عارفة إنه كل هذا الحكي في بسبب قلق، وإلنا حق نحس بهالطريقة. وفي أشياء كتيرة هلأ uncertain، في كتير ما بنعرف أشياء شو حيصير فينا، إمتى حنرجع، لا الأولاد يرجع على المدارس، لا إحنا نرجع على شغل، شو اللي حيصير بشغلنا، هل حيطلعونا، حيخلونا. ففي كتير عوامل هلأ منا أكيدة بحياتنا، بس إذا ضلينا إحنا نحكي فيها قدام الأولاد ونعكس عليهم، فهم حيمتصوا كل هذا الحكي وكل هذا الجو السلبي. هلا يمكن ما تحسوا بالنتيجة، هلا أنا اللي خايفة منه أكتر إشي اللي حيصير ما بعد الكورونا. هلا بالكورونا فيروس والوقت اللي عم نمرق فيه إحنا كلياتنا بسيرفايفل مود، يا منحاول نشوف كيف بدنا ناكل، كيف بدنا نشرب، كيف بدنا نحط روف on top of our head، كيف بدنا ندفع أجار، كل هيدا الحكي هيدا بسبب ضغط 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 وتوتر نفسي، وكل يوم بيزيد 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 الهرمونات كلياتها طالعة نازلة طالعة نازلة، ما في عنا راحة، ما في ريلاكسيشن. الجهاز السيمباثاوي اللي هو دايما شغال، وهو دايما اللي بيخلينا احنا نعصب، نخلينا قلقانين، نخلينا متوترين. فإذا إحنا بدنا نضل بهاي الطريقة، شو بتتوقعوا أولادنا اللي عايشين بنفس البيت كيف حيتصرفوا؟ أكيد نفس الطريقة، لأنه إحنا الرول موديل، إحنا المثل الأعلى لإلهم. كيف بشوفونا إحنا منتصرف بنعكس على تصرفاتهم، بصيروا هن يتصرفوا بنفس الطريقة.
هلا يمكن ما تبدا وتشوفوا التصرفات السلبيه والتصرفات تبعت الحالات تبعت الانكزايتي تبعت القلق تبعت التوتر، يمكن ما تبين هلا لانه كله متوتر وكله قلقان، بس بعد ما تخلص هاي الموجه وترجع ان الله راد الحياه لطبيعتها، الاولاد تعودوا يعيشوا بجو قلق، ما في جو هادي، ما في كام، ما في هدوء، فالأولاد حيضلوا نفسياتهم تعبانة بعد هيك. فعلشان هيك إحنا كأبهات من واجبنا إنه نوفر الجو الإيجابي للأولاد ونعمله القعدة هلأ اللي إحنا نعملها، القعدة اللي إحنا قاعدين مع بعض بتبقى قعدة فن ومرح ولعب، ونروح إحنا حتى بي سيلي يعني هيك just relax chill. بطل نسمع الأخبار السيئة، ممكن مرة بالنهار نسمعها بأول النهار آخر النهار maybe إذا بدكن. بديش أنا أبدأ يومي بأخبار سيئة ولا بدي أنهي يومي بأخبار سيئة، اسمعوها مرة بالنهار وما نضل نتابع نتابع كل شيء. هلأ إحنا عارفين إنه حتزيد الحالات وحتزيد الإصابات، فنكون حذرين ونبقى قلقانين بس مش لدرجة كبيرة إنه كل حياتنا تصير سلبية ويصير كل حكينا سلبي، لأنه في عنا أولاد قاعدين بسمعونا قاعدين بمتصوا هاي الحكي اللي إحنا بنحكيه، الطاقة اللي إحنا عم نحطها بالبيت. فإن شاء الله بتمر هاي الأزمة على خير، تعالوا نعمل إشي فن مع الأولاد، نرسم نلون نلعب شدة شوية، ندرس شوية، نشوف برامج تعليمية شوية، نسمع لرجع شوف شو عم تحكي. فهيك تمرق الحياة تمرق الدنيا يا عمي، ما في كل شيء، ما في كل شيء بنحل بيوم وليلة، تاخد وقت الأمور، بس إحنا علينا إنه إحنا نكون بالنا طويل ونبقى كتير إيجابيين، مش إيجابيين إنه إحنا نفكر إنه والله هيدا المرض لأ ما حيجينا ونطلع ونيجي ونروح وهاد، لأ ناخد كل الاحتياطات اللازمة ونعمل كل إشي لحماية الأسرة تبعتنا، بس بنفس الوقت خلينا نعيش مبسوطين، خلي هالأولاد ينبسطوا، خليهم يفرحوا، خليهم ينسوا الهم، إحنا منشيله، إحنا منحميهم من كل اللي عم بصير برا. الله يحميكم يحمي أولادكم ويحمي عائلتكم وتضلوا إن شاء الله بخير. يلا أنا بس حبيت لكم هاي الشغلة، وإن الله راد إذا بتحبوا نعمل إشي مع بعض فن مع العيلة والأولاد خبروني إحنا جاهزين. يلا تضلوا بخير وسلامة، وبشوفكم إن شاء الله مع حلقة جديدة من رجا توكينج لايف. باي باي.